نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم ملتقى خرفكان الاقتصادي الأول تحت عنوان إسهامات ومبادرات عام الخير 2017. شارك فيه نخبة من الخبراء والمسؤولين في وزارة الاقتصاد واللجنة المحلية لعام الخير في إمارة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وجامعة الشارقة وجمعية الشارقة الخيرية. حضر الملتقى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خرفكان، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية في الإمارة. وأكدت الغرفة خلال الملتقى الذي أقيمت فعالياته في فندق أوشيانيك بمدينة خرفكان التزامها بدعم مصالح مجتمع الأعمال في مختلف مناطق الإمارة وسعيها الدؤوب لتطوير الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص وتعزيز تنافسيته لا سيما في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة. نحن سعداء بهذا الملتقى، الملتقى الأول الاقتصادي بخرفكان، يعتبر هو نوع من أنواع النشاط التشجيعي لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع. أيضا نحن بما سمعناه أو رأيناه الكلمات اللي ألقاها الأخوة كل على حدة بالنسبة للأنشطة أو للأهداف أو للمشاريع التي تقام من خلال هذا أو ما ينبثق منه من أفكار تساعد على تنشيط هذا النشاط التجاري. وأتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع.